من كريم احمد ولقاء مع احد نجوم المباراه ياسر ابراهيم. بجد تحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. قلب الاسد زي ما كل جمهور النادي الاهلي بينادي عليه ياسر ابراهيم. هنطمن عليه في البدايه. طمنا ياسر. كل الناس الحقيقه اول ما الاصابه الناس على طول طمنا على ياسر ابراهيم. عندك انكارزك كبير وعندك تضحيات كبيره جدا، بتلعب بروحك وقلبك، عشان كده كل جمهور النادي الاهلي بيحبك ياسر. مبروك النهارده المباراه ومبروك لكل لعيبه النادي الاهلي. حبيبي الله يبارك فيك. طبعا بحمد ربنا، بشكر فضله النهارده على النتيجه. كان محالفنا التوفيق النهارده واللعيبه كلها كانت على قلب راجل واحد النهارده ونازلين وعارفين احنا عايزين ايه من الماتش. الحمد لله قدرنا نطلع بالنتيجه كده، كان نفسنا نجيب ونكسب بس الحمد لله ربنا ما كانش رايب. فطبعا بقول مبروك لجمهور النادي الاهلي ومبروك للعيبه والجهاز الفني والاداري والطبي والعمال كلهم، وباذن الله ربنا يكرمنا في نص النهائي اللي جاي ان شاء الله. الاصابه هو جزع، الدكتور سالته هي ورمت شويه فقال لي هي جزع، فلما ننزل القاهره ان شاء الله نشوف محتاجه، لو محتاجه اشعه نروح نعمل، لو الورم نزل خلاص هتبقى يومين ثلاثه باذن الله ابقى في الملعب تاني ان شاء الله. المباراه الكبيره كابتن ياسر قدرت ان هي تحسم الشوطين، شوط اول في القاهره، لان الكثافه الجماهيريه الحقيقه اللي احنا شفناها والاجواء، النادي الاهلي عنده وعي كبير جدا. شفت الاجواء ازاي ومستر كولر حضركم نفسيا ازاي لهذه المباراه؟ احنا طبعا عارفين مش اول مره نيجي نلعب هنا في وسط الاجواء دي، في وسط الجماهير دي. احنا عارفين الرجاء والوداد جمهورهم بيبقى كبير جدا وكتير جدا بصراحه، وفرقه محترمه الفرقتين بصراحه، وعملوا ماتش كويس النهارده، بس احنا كنا مذاكرينهم كويس. ومستر كولر طبعا قعد عمل معانا كذا محاضره عن الفريق، الايجابيات بتاعتهم والسلبيات ونقط الضعف بتاعتهم ونقط القوه بتاعتهم، ذاكرناهم كويس قوي والحمد لله قدر ربنا يكرمنا. واللي احنا كنا بنذاكره نزلنا في الملعب فعلا كان موجود، وكنا عارفين ان هم نازلين متاخرين بجونين وهينزلوا عايزين ضغط قدام كبير قوي، فاحنا اللي كنا مركزين انا والرجاله كلها ورا بصراحه ونص الملعب بصراحه، كل الفرقه كانت مركزه النهارده ونازله عندها وعي، عارفه هي عايزه ايه من الماتش. فالحمد لله قدر ربنا يوفقنا النهارده ونطلع بنتيجه كويسه نصعد بقى النص النهائي. مش هطول عليك، لكن عندنا مباراتين، مباراه السوبر ثم بعد كده خلاص مباراه الترجي طبعا خلاص اللي هو التاهل. مباراه السوبر لها حسابات عديده جدا عند الجمهور وعند اللاعبين، تحضيرنا هيبقى ازاي لان الوقت قليل جدا يا كابتن ياسر، لكن بناكد وبنراهن على الوعي والخبرات الكبيره مع لاعبي النادي الاهلي. طبعا احنا عارفين ان احنا رايحين نلعب فريق في السوبر، فريق كويس طبعا معروف في افريقيا، ونادي الزمالك معروف في مصر طبعا، فخلاص قفلنا صفحه افريقيا دلوقتي. احنا متعودين ناخد كل ماتش بماتشه، هنقفل افريقيا دلوقتي ونركز في السوبر باذن الله، نعرف نذاكر فريق الزمالك كويس باذن الله، ونروح باذن الله ربنا يكرمنا ويوفقنا ونرجع بالبطوله ان شاء الله. حبيبي الله يبارك فيك. حبيبي كل الشكر والتقدير للكابتن ياسر ابراهيم، قلب الاسد، واحد من نجوم النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يحافظ على بيتنا ونطمن على ياسر كمان بعد ما يرجع للقاهره. طبيب النادي الاهلي دكتور احمد ابو عبله يقدر ان هو ان شاء الله باذن الله يطمن على الاشعه، ويا رب ان شاء الله النادي الاهلي القادم افضل بمشيئه الله. عندنا هدف السوبر، يا رب السوبر يكون اهلاوي بمشيئه الله.